السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم دين ودنيا على شدة اف ام وشدة تي في مع فضيلة الأستاذ داعية والشيخ الأستاذ عبد الرحمن سكاش. مرحبا بك أستاذ. بارك الله فيك أمينة، جزاك الله خير. كل شيء مزيان الحمد لله على كل حال. الحمد لله. تحية لك، تحية لكل من يشاهدنا ويستمع إلينا من خلال شدة اف ام وشدة تي في أو داخل وخارج المغرب. مرحبا بكم في حلقة جديدة اللي غادي يكون الموضوع ديالها إن شاء الله عن موضوع اللي طلبوا أحد السائلين المتتبعين ديالنا، اللي هو قسوة القلوب. لماذا قست قلوبنا وشنو هي الأسباب اللي كتخلي القلب ديال المؤمن يقسو؟ شنو هي العواقب ديال هذيك الأمور؟ كيفاش ممكن أننا نلين القلوب ديالها، وخصوصا أن السائل يسأل أن هذا المشكل هذا كيخلق لي يعني مضايقة حتى في العبادات ديالو، كيقول ما بقيتش يعني كنقدر أنني القلب ديالي لين أمام الله سبحانه وتعالى، مثلا في الصلاة، في الخشوع، أو نبكي على الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. وبما في ذلك بطبيعة الحال حتى المعاملات ديالنا لاحظتوا معنا منذ بداية يعني الحلقات أكيد في هذا رمضان شحال الكم ديال الاتصالات اللي تلقينا، وخصوصا من العائلة. داخل العائلة الصغيرة كتلقى العديد من المشاكل، كتلقى أمور اللي يعني أو مواقف اللي قصات فيها القلوب لدرجة ربما لا يتوقعها الإنسان، أو ربما ما كيتقبلهاش. فعلاش هذه القلوب قصات بهذه الدرجة، وكيفاش ممكن أن ترجع لينا الله سبحانه وتعالى، ولي كذلك التعامل مع الناس؟ هادشي اللي غنتعرفوا عليه مع فضيلة الأستاذ داعية والشيخ الأستاذ عبد الرحمن سكاش. أكيد حتى أنتم يمكن لكم تواصلوا معنا بعد لحظات، يمكن لكم أنكم تواصلوا معنا من خلال أرقامنا الهاتفية المباشرة، واللي هي 05 22 36 83 03 أو 04، هي نفس الأرقام مبينة على الشاشة. كيف ما يمكن لكم أنكم تبعثوا لنا برسالة إذا ما قدرتوش أنكم تواصلوا معنا مباشرة عبر الخط الهاتفي، بعثوا برسالة على الرقم المبين على الشاشة اللي هو خاص بالواتساب. فقط الرسائل، الله يجازيكم بخير، اللي غادي نستقبلوا على هذا الرقم ديال الواتساب. حد سعيد للتواصل معنا، وعلى بركة الله نفتتح وإياك حلقة اليوم فضيلة الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي في الله عز وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب يومكم هذا، وتبوأنا جميعا من الجنة مقامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا، وأن يغفر ذنوبنا، ويستر ويطهر قلوبنا، ويستر عيوبنا، وييسر أمورنا. آمين آمين آمين. فعلا قسوة القلوب من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان. إذا مات القلب مات كل شيء. تقدر تشوف قدامك الإنسان مسكين يتقطع، ما تقدر تدير ليه والو، تبقى عاد تشوف فيه، عاد تشوف تتشوف يعني انت غادي في واحد الطريق ماشي هي هذيك الى الهاويه، ولا تحرك ساكنا. تتشوف قدامك واحد الطفل ربما ما عنده ما يلبس، ما عنده ما ياكل الى اخره، قلب ديالك ما تيتحركش. وتشوف الام ديالك تتموت، ولا الاب ديالك، ولا كما كنسمعوا في الاسئله هذه، ولا يتحرك قلبك. تنقول لك اخي الكريم، القلب ديالك راه مات. هذه أشياء أصبحنا تعودنا على سماعها ورؤيتها، وأصبحت متفشية في المجتمع ديالنا. موت القلب من أخطر الأشياء، إذا مات القلب مات الإنسان. ولذلك الدين ديالنا الإسلامي تحاول تركز كثير على حياة القلوب، ولأن يكون هذا القلب حيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: إن القلوب بين يدي أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم تتم هذه الحديث إلى أن يقول: اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذه القلوب الصباح تقدر تكون مؤمنة، في العشية تولي شيء آخر، في العشية تكون معصية، في الصباح تكون مؤمنة، الله أعلم. ولكن ما نلاحظ، ماشي هذا هو اللي كنلاحظه، هو أن أغلب هؤلاء الذين يعني قست قلوبهم، منين جاية هذه القسوة؟ هذه القسوة ناتجة عن أولا كثرة الذنوب التي تجتمع على هذا القلب. هذا القلب إذا اجتمعت عليه الذنوب يوميا صباحا مساء، فإنها تغلقه، تظلمه، تولي ملاه يعيش ظلمة. راه كيشوف، راه هو الخير، ها هو الحق،
هول، ولكن لا يستطيع أن يفعل شيئا، لأن هذه القلوب، هذا القلب أظلم من كثرة هذه الذنوب. فحذاري من الذنوب، القلوب تقسو من كثرة الذنوب. ولذلك ذكر الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هو الذنب، كما قال العلماء الذنب على الذنب حتى العمى. الإنسان يذنب ذنبا ولا يتوب منه، ثم يتبعه ذنبا آخر، ثم ذنب آخر، ثم ذنب آخر، ولا توبة، حتى يصبح القلب كله لما تذنب ذنب تحدث نكتة سوداء في القلب، هنا 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 ذنب 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 ذنب، فيظلم القلب من شدة المعاصي. فكثرة المعاصي عباد الله، وانتهاك حرمات الله، وعدم تعظيم حرمات الله، واجتناب محارم الله، هذا يظلم القلب ويجعل القلب قاسيا. فإذا أخطأ العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع واستغفر وتاب عاد كما كان من قبل صافيا، حتى يعود قلبه وهو صاف من الذنوب، صاف من الموبقات. لكن إذا عاد إلى الذنوب ولم يستغفر ولم يتوب، ذنب على ذنب على ذنب، فذلك هو الران، فذلك هو العمى والعدو لله. من الأشياء التي جعلت قلوبنا قاسية العياذ بالله، أننا يعني أصبحنا نعيش بعيدين عن الهداية. الهداية اللي احنا عايشين طريق أخرى. فالإنسان تتقول لي ودي شد الطرق ديالك مع زيد ربي، من بعد من بعد، هذا اللي فيه الخير يقول لكم من بعد، كاين اللي تيقول لك واش قضيتوا نتوما اللي مشيتوا في الطريق ديال الله. احنا قضينا سيدي، احنا الحمد لله مؤمنين، احنا مع ربي، احنا الحمد لله الحمد لله ونشكره اننا سيدي ربي خلقنا مسلمين مؤمنين تنعرفوه، ونعتز باسلامنا ونفتخر باننا عبيد لله سبحانه وتعالى. لكن انت شنو صورتي؟ انت اللي تايف هاد الدنيا هادي غادي بحال واحد الدابه لا تعرف اتجاهها بغير بوصله. الهدايه شيء مهم جدا، الهدايه شيء جدا، والانسان اللي ما تتكونش عنده الهدايه، ما تيكونش مهتدي وشد طريق الهدايه، كيكون غافل، وهذه الغفله خطيره جدا. لان الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل. ف سبحان الله العظيم، الانسان الى فقد الهدايه اش كيجيب بلاصه الهدايه؟ الضلال، الغفله، تعيش غفل. الانسان اللي غافل راه داير الحياه ديالو، القلب ديالو قاسي، لا يعقل معقول معروفا، ولا ينتهي عند منكر والعياذ بالله. ثم كذلك الانشغال بالدنيا، لا ننسى اننا ننشغل كثيرا بالدنيا، وهذه الدنيا يعني تعرفون معنى الدنيا، الدنيا هي سجن، يعني من دخله لن يخرج منه بكل أثقالها، بشهواتها، بملذاتها. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الدنيا، وقبل ذلك حذرنا الله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذه الدنيا خطيرة جدا، خطيرة جدا بكل ما فيها وبكل ما وصل إليها الإنسان، إليه الإنسان من تقدم. أصبح هذا التقدم يعني بالرغم من أن فيه إيجابية، لكن أكثره هدم للإنسانية وتخريب للإنسانية. إحنا الآن تقدمنا، إحنا عند وسائل التواصل، ماذا استفدنا من هذه وسائل التواصل؟ إلى القليل. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ما ننسوش كذلك أننا كمسلمين قسوة القلوب نسينا الله سبحانه وتعالى. علاش؟ لأننا ما بقيناش كنتفكروا في الموت، ما بقيناش كنديروا بحساب الموت. الموت كنذكروا إمتى؟ الوقت اللي كنجلسوا مع بعضياتنا، بعد مات شي حد من العائلة مسكين الله يرحمه، إيه الدنيا إلى آخره، غير كندفنوه كنتكركبوا من الغفران ولا من الرحمة، غير كنفوتوا ديك الهود طلع أوكي، يقول الإنسان كغادي شو 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 واه لا طنوبيل واه لا إلى آخره، تبدأ الدنيا كذلك. يجب خصنا نديروا بحساب اننا ميتون،
وأننا راحلون إلى الله، وأن الموت معلق على رؤوسنا، وأننا سننتقل إلى الله باش ترتاب القلوب ديالنا. فإلى تفكرنا الموت، إلى الدنيا أخذناها على محمل الجد والحذر ديالنا منها، ثم إلى كنت على حذر من المعاصي، لا شك أن قلوبنا سترتاب ولن ترتاب. بغى ترتاب هذه القلوب إلا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ماشي إلا تطمئن القلوب. رجعوا الله، والرجوع إلى الله لا بد منه، وإلا سنكون كأناس ذكرهم القرآن في 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 في, في, في تناياه، فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء، وإن منها ليشق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. بعد رأى الحجارة كيخرج منها الماء، وكاين شي يقول شنو كيخرج منها؟ كيخرج منها الويل الكحل، العداء. واش الأم تتموت والإنسان ما يمشيش يشوف الأم ديالو؟ أي قلب هذا؟ قلوبنا قست، فلنعود إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، غادي نفتحوا باب الاتصالات معكم مشاهدينا ومتابعينا عبر طبعا خطوتنا الهاتفية المباشرة 0522-36-83-03 أو 04. أما رقم الواتساب اللي كتشوفوه مبين على الشاشة هو خاص فقط بالرسائل، اللي غنرجعوا بعد لحظات باش نبدأ نقرأوها إن شاء الله. معنا أول اتصال، حميد من السعيدية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله الأستاذة، كيداير لاباس؟ مرحبا، الله يبارك فيك حميد. تحية ليك والطاقم التقني والموظفين ديال أهلا وسهلا بك. مرحبا. تحية لفضيلة الأستاذ، اللي حقيقة والله العظيم أستاذي الكريم نحبك في الله. أحبك الله. العظيم نحبك في الله أستاذي الكريم، راك منور الشاشة بكل صراحة، بكل صراحة بدون مجاملة يعني. الحمد لله. أستاذي الله يجازيك بخير، أنا كانت عندي واحد خالتي عيانة في الشمال في طنجة، ومشيت شفتها في سبيل الله وجيت اليوم، عاد راني جيت. نعم. وانت نذكرك ان عندها الابن ديالها ساكن تما تقريبا 3 شهور ما شافش امه. لا اله الا الله. 3 شهور مزوج ساكن حدا امه، ما كيعطف عليها ما كيشوف فيها. 3 شهور ما جاش عند والديه. بوه قاعد على اكسيدون تهرس ما شافش بوه. واش عنده؟ وياك ما ياك ما واش معاه في نفس المكان ولا في شي مدينه اخرى ولا؟ ساكن في المدينه في طنجه في الشمال في المدينه ساكن. ياك ما هاد مع هاد الحجر معاه سميتو ما كيقدرش يتنقل؟ لا ما كاين لا حجر لا والو، ثلاث شهور تعرج له بوحدو. انا هي قالت لي هذه رساله نعطيها لك، قلت لها مرحبا. لا اله الا الله. قالت لي وجهي الله وجهي بالكار، هذه سيمانه وانا تما اليوم عاد خلص. لا اله الا الله. والسؤال الثاني، لا جاتك بشحال ماشي رانا، قالت لي ما خرج الدنيا ما خرج مع قايبه، راه يصب الله الستر وصافي. انا راه الوالده ديالي ماتت فوق الركبه ديالي. كما تدين تدان. وقضيه اخرى استاذي الكريم الله يجازيك بخير، انا كنت خدام هنا في السعوديه، وملينا بحال الناس كيعطوني الفطور، يعني الناس كيجيبوا لنا الفطور، كاين صحاب الخير. نعم. عارفين باللي الانسان ما مزوجش والعائله في الدار وكل شيء ما كاينش، الوالدين الله يرحمهم وكل شيء، كانوا الناس يجيبوا لنا بالزياده، نزلنا هذاك الفطور النص ديالو كنديه لذوك الناس اللي خدامين معايا اللي وجهي الله، ما واش خلي داك الشيء يضيع، حيت الناس كيجيبوا لنا اليوم ويجيبوا لنا غدا الى اخره. ايه. سمعتني سيدي؟ ايه. واضطر انا والمسؤول ديالي قال لي لو كان جيب لك الناس ياكلوا راك موقف من الخدمه. بقيت كان نتحايل عليه نغفلو كنديرهم ياكلوا لوجه الله، فعلا هو حصني وقفني ولكن رزق الله. وبقيت دابا عاد راني كنديرهم وكنديرهم في سبيل الله، بغيت غير كنقول لك زعما انا كيعطيوني الناس، انا ماشي انا كندير داكشي بجيبي، كيعطيوني الناس. ولكن كيعطيوني اليوم وغدا وبعد داكشي غادي نديرهم اليوم. قال لك اودي راك علاش ياكلوا هاد الناس هادو؟ راه غنوقف من الخدمه. فعلا بقيت كنتحايل عليه كنديرو كنتخبع ما تخبعش في الظهر. علاش شنو السبب بالضبط؟ علاش ما باغاش؟ ما بغاش والسيد هذا يصلي زعما يصلي وينتقي الله. ايوا ولكن علاش؟ ياك الوقيته ديالهم ديال الراحه فين كيفطروا؟ لا انا ملي كنفطر كنمشي نخدم بعض المرات بالليل. إيه؟ داكشي اللي كيشد عليا كلشي اللي كيعطيوني الناس كندير واحد الخور في سبيل الله، دوك الناس اللي خدامين. إيه؟ هو ما بغاناش باش نديرو هادشي، قالك اسيدي ما تعطيش للناس ياكلوا هنا، قالك كل واحد يدبر راسو. هاد الناس راك واخا دير فيهم الخير ما يعقلوش عليك. قلت له ودي حنا الناس وفينا خير، حنا كنديرو خير في الناس. ما مفهوم. وقضيه اخرى، السيد كاع مسكين واحد اخر خدام معايا كان تكلف ودار ديك الليله ديال 14 يوم كان يقول للزوجه ديالو دير لنا داك الطعام سكسو وكلشي ديك الليله ديال النص النص، ودار داكشي وداكشي مشى له باطل، قالوا دير لها انت راك موقف. وسيدة مهاتي بغيت نقول زعما شي نصائح لهاد الناس في سبيل الله. واخا واخا شكرا لك يا حميد من السعيدية، شكرا لك وتحية لك، تحية للناس ديال السعيدية وديال الشرق كاملين. غادي ناخذوا سعيدة من جديدة. السلام عليكم سعيدة. السلام عليكم. مرحبا بك، تفضلي. بارك الله فيك اختي أمينة، كي دايرة بخير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. عبد الرحمن سكاش بخير الحمد لله. الحمد لله. نعم، شنو سؤالك يا سعيدة؟ سؤالي اختي انايا مالك انتيا؟ سؤالي اختي هي خسر لي بنادم قبل ديك السيمانة قبل رمضان. ايه. وما عرفتش اختي واش شي كيقول لي خاصك تفطري 40 يوم.
إيه؟ وشي كيقول لي لا خاصك الوقت اللي وقفات هذيك على كرحي ما لقيتيش ديره خاصك تصومي. إيه؟ ودابا انا ما عرفتش واش نصوم هاد العشر ايام الاخر ونصلي عادي ولا ما فهمت والو ولا واخا انت وقع لك اجهاض ياك سعيده؟ اجهاض على شهر ونص. واخا وانت دابا توقفات لك دم من النفاس ولا مازال؟ لا سلام من يدمني سلام واخا نجيبك يا سعيده بقي معنا ان شاء الله شاهدينا او سمعي لنا وان شاء الله نجيبك. شكرا لك شكرا على تواصلك معنا. اول مستمع او مشاهد لي وحميد سال على المساله ديال نفس المنظر اللي تكلمنا عليه اللي هو انسان ما بغاش يمشي يشوف امه. اولا تحيه كبيره للاخ حميد وكنشكروا على الغيره ديالو على الحب ديالو للدين ديالو الحب ديالو للخير وسبحان الله هذه هي امه محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وكثر من امثالك. يعني هذا الابن ديال الخاله هذا يعني الخاله ديالو الابن ديالها اللي ما تيزورش الام ديالو. حنا لقيتينا دابا كنهضروا على قسوه القلوب. قسوه القلوب لما الانسان ما يزورش الوالدين ديالو وما يسولش فيهم وما يسولش على الام ديالو خصوصا الام لضعفها لحاجتها الى ابنائها ما تسولش على الام ديالك فاي خير يرجى من هذه الدنيا. نعم. طيب احيانا تيكونوا خلافات ربما خلافات كبيره فواش هذا عذر؟ نعم هذا ماشي عذر. الام لا ينبغي لي كما كمسلم لك لك لا الام لا يمكن هجرها واخا ما عرفت كيفاش تكون هذه الام هذه معتي حتى شوف سيد ربي قال لنا ولو تكون هذه الام هذه مشركه كافره قال لك سيد ربي وصاحب ما في الدنيا معروفا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس شتي الام ديالك الا تقاتلت معك باش تشرك ما تطيعش في الشرك ديالها ولكن صاحبهما في الدنيا صاحبها يعني سول عليها الى اخره. فاحنا ما هذه الامهات كفوا كافرات ما هما مشركات ما هما مسلمات ومؤمنات مسكن الاغلب ديال الامهات كيتقاتلوا على ولادهم باش يكبروا الى اخره فين في الاخر كيمشي هذا الابن هذا ولا الابن هذا. لا عذر ما كاين حتى شي عذر ما عندوش عذر ما كاين حتى شي عذر ما عندوش عذر ايا كان الخلاف ايا كان الخلاف ما عندوش عذر. طيب واضح الا في حاله ما تنقولوا حنايا يعني الشكل اللي سمعنا ديال الام تدير السحور وتدير كذا وخارجه الطريق وكذا ورغم ذلك كنقول لي سول على امك راه واخا خارجه الطريق. نعم سول قالوا سلام عليكم لاباس بخير امي ويلا كانت براسك شغلك مع ربي هذاك حنا نصحناك نصحناك ما بغيتيش ويلا كانت غتموت مشي تسامح معايا مشي تسامح مع امو. نعم طيب حميد كذلك اسال على كيف ما سمعتي يعني كيبغي يدين بعض العمال يعني الاكل ولكن ما تيخليهش المدير ديالو وحتى انه وقفهم على سبحان الله العظيم هناك اناس يعني ما تيديروا الخير تيخليو لي يدير الخير ما تيديروا الخير ما تيخليو لي يدير الخير سبحان الله العظيم. فهذا الذي يمنع الخير عن الناس هذا انسان شرير صراحه ربما عنده في النظام ديال العمل انه لا سيدي ما تعطيش العمال لان غادي يجلسوا يوقفوا ياكلوا غادي يسمحوا في الخدمه الى اخره. واخا حنا هذا الاخ هذا حنا غنعطي واحد النصيحه لوجه الله السيد قال لك بحال هكا التزم داك الشيء اللي قال لك ما تعطيهمش العمال قول لهم الله يجزيكم بخير تشوفوني في الى اخره اللي حتى شي حاجه يجي 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 والله يرضى عليك غاجي وراه كيكون الخير راه ديك الساعه اللي جا عندك اعطيه انت قول لي انا ما مشيتش ديك الساعه راه اللي محتاج اللي مسكين وقع فيه راه غادي يجي يسول عليك وهذا الشيء اللي تدير يا اخي راه ديال الخير ربما هذاك السيد حتى هو التمسوا ليه العذر ربما حتى هو راه كاين المطرقه من فوق منه سيدي ذوك العمال انت غادي يسيروا ذاك المشروع وحنا متاخرين معطلين وتيقول لك لا ما تعطيهمش وقت الخدمه لان غادي تاخروا لي غادي تعطلوا لي هذا اللي كلا غادي يمشي يتكا غادي ربما من هذه الناحيه سولوا قول لي واش الا اعطيني الوقت اللي نقدر مثلا نعطيهم فيه الا عطاك شي وقت نعم ما عطاكش يقول لهم شوف الله يخليكم الشباب اللي حس بالجوع ولا الى اخره يجي لعندي الله يرحم الوالدين في البلاصه باش نكون مرحبا بكم. فما اجمل ان يقدم الانسان الخير للناس ويتصدق ويفعل الخير لان سبحان الله كاين الناس محتاجين لا حول ولا قوه الا بالله. سعدية سالت دم النفاس واش وقتاش ما تقطع سعيده انها يعني تصلي وتصوم او لا خصها تكمل ضروري 40 يوم؟ لا 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 متى طهرت المراه طهرت من النفاس ولدت دوزت جوج الاسابيع مثلا 15 يوم طهرت فتأكد الطهر ديالها سميتو ثم اغتسلت تصلي وتصوم وتقرا القران الكريم ولا شيء عليها الصلاه ديالها صحيحه ان شاء الله. قبل ما ناخذوا المزيد من اتصال او اول يعني المزيد من الاتصالات ديالكم غادي نقراو الرسائل اللي توصلنا بها على الرقم ديال الواتساب. سؤال يقول سبق دونتم يقول انه من بعد العشاء هذه متابعه او سائله كتقول من بعد العشاء اغتسلت من العاده الشهريه تقول الغد ليه
قبل الظهر وجدات مازال كاين اثار، واش هذاك النهار دايز ليها ولا خصها تعاودو؟ لا هو شوف الاجر النيه ديال الصيام كاينه، لكن الباغتتها يعني ظهرت فتتوقف لا ذاك النهار يعني ليس صحيحا الصيام ديالو، فما ما تصوموش. غادي نكملوا باقي الاسئله من بعد فاصل، بقاو معنا دائما في الاستماع وكتشاهدوا كذلك البرنامج دين ودنيا مع فضيله الاستاذ دعيه والشيخ الاستاذ عبد الرحمن سكاش على شذا اف ام وشذا تي في. باش يسهل على العمال غير الأجراء وأصحاب المهن الحرة ينخرطوا في نظام التغطية الصحية الخاص بهم، صندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفر لهم البوابة www.masnss.com باش يتسجلوا ويسجلوا عائلاتهم. وحتى انتم التجار الحرفيين والمهنيين اللي كتصرحوا في إطار المساهمة المهنية الموحدة غادي يمكن لكم تسجلوا عن طريق هذه البوابة اللي كتعفيكم من تنقل لوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انطلاقا من 19 أبريل 2021، وهي أحسن وسيلة اللي غتستعملوا التسجيل ديالكم. أحسن وأسهل حاجة هي هذه، نسجل راسي مراتي وليداتي في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونستفدوا مستقبلا من تأمين إجباري عن المرض ونعيشوا مرتاحين. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملتزمون بحمايتكم. أريزونا بارك في كارتي فيكتوريا في بوسكورة. أريزونا بارك شقق أوستاندينغ من 80 ل 120 متر، من 2 حتى 3 البيوت وصالون، الباركينغ والمساحات الخضراء، أما الأمن 24 ساعة على 24، والثمن ابتداء من 9000 درهم للمترو. إيوا كي جاتك السكنة في أريزونا بارك السينتيفي؟ اللي بغى يعرف وعيشاني يجي جاورني. معلوم أريزونا بارك، زورونا وشوفوا شنو عندنا. للمعلومات اتصلوا بنا على الرقم الأخضر 080 200 0010 أو على الموقع الإلكتروني وفيسبوك. مالك صاحبي على هاد المرجة كلها؟ قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء. وهانت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا، تبدل هاد الراكور يطردق الاخر، والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما. اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره، الا بغيتي المليح والصح ديال الاكسسوار السقه عليك بمنتوجات اير اش عند كازا دريب. اير اش عند كازا دريب؟ ايه اير اش عند كازا دريب، المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه، وكاع الدوزان والاكسسوارات السقه لا من لي راكور ولا لي فان، كل شيء عندهم والله عمرها سلعة. ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوه الصح وكيدوموا مدة طويلة. إر أش كازا دريب، تصلوا بنا على 0522 248 600. مرحبا من جديد، وباقي أسئلتكم اللي كانت وصلوا بها عبر الرقم ديال الواتساب. تقول مستمعة أو مشاهدة كتقول أن الأم ديالها خلت عندها ذهب وتوفات، وهي عندها خواتاتها، شنو دير بهذاك الذهب؟ هذا الذهب يعني تركة يقسم بين جميع الإخوة والأخوات. حنا تعرفوا بأن الأم لما تتخلي الذهب تتخليه فهو البنت ديالها، فكيتقسم بين جميع الإخوة ديالها، يعني تجمع خواتاتها وتقول لهم هذا الذهب اللي خلات ليها يمشيو عند الذهبية كيبيعوا ويعطيو كل واحد فلوس، أو لا كل وحدة تاخذك هذه تاخذ تراضي هذه تاخذ بليج هذه تاخذ كذا هذه تاخذ اللي يبقى لهم ديال الأم ديالهم كذكرى. سؤال عن إمكانية صلاة المرأة جهرا. نعم تصلي المرأة جهرا في بيتها، لا أحد يمنعها، فهي شقيقة الرجل. نعم. ففي البيت ديالها سد عليها الدار، المهم الأخير تقرأ جهرا الله أكبر الحمد لله رب، تقرأ لا أحد يمنعها. نعم. إلا إذا كان معها غير المحارم فتخفض صوتها وتسمع نفسها. نعم. سؤال عن زكاة الفطر، مقدار الزكاة الفطر لكل فرد ثم هل تعطى لغير المسلم؟ يا دسائل من ألمانيا. أولا زكاة الفطر الآن المقدار ديالها 15 درهم الفوق، 15 درهم لكل راس لكل فرد. الأب الأسرة كتكون مثلا من 5 الناس، أب وأم وثلاثة للوليدات، يعني الأب 15 درهم، الأم 15 درهم، ودوك الدراري كل واحد فيهم 15 15 15، هي المجموع 15 ربيع. هذا الحد الأدنى، واللي تطوع زاد زاد الله له في الفضل. نعم. بالنسبة للأخ ديالنا في الإخوة ديالنا في أوروبا تيسولوا، لأن ربما غتجي أسئلة ديال الإخوة اللي في المهجر في أوروبا، الزكاة ديالكم في أوروبا الله يجزكم بخير 7 أورو 8 أورو،
وجهوا ندائي كلامي هذا للإخوة في المهجر في أوروبا. اللي في أوروبا الزكاة ديال الفطر ديالكم 7 أورو 8 أورو، حسبتها البارح ودرت واحد العملية حسابية خرجت لي تقريبا 7 أورو 8 أورو، فكل واحد فيكم يخرج على نفسه 7 أورو 8 أورو، 8 أورو مزيان، درتي 10 أورو زاد الله لك في الخير. فأنت 8 أورو ولا الزوجة ديالك 8 أورو، الوليدات كل واحد فيهم 8 أورو، جمعها خرجها، يمكن تصيفطها للمغاربة هنايا. إلا ما لقيتيش، إلا ما لقيتيش، قال العلماء ومنهم المالكية أن الزكاة الفطر تعطى لفقراء المساكين. فإن لم تجد مسكينا، كاين بعض الآراء اللي شوية ميسرة تتقول لك يجوز إعطاؤها لفقراء ذلك البلد، يعني الفقير اللي كاين تما رجاء أن يعرف شكون هذا اللي أعطاها لي مسلم وكذا، فنؤلف قلبه على الإسلام. ولكن الأولى 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 كاين طلبة تما، كاين مهاجرين اللي هم ساكن ما عندهمش الأمور ديالهم قانونية، أعطيهم شاركوهم في هذا الجمع نتا ديالك وديال صديق ديال كذا، أعطي لواحد مهاجر لعل وعسى يكون بها نفسه، الله يجزيكم نعم. بخير. وإلا ما لقيتوش أرسلوها، وإلا ما لقيتوش تصيفطوها، كاين فقراء ألمانيين وكذا فيهم خير، أعطوهم نعم. إن شاء الله تعالى. سهام من مدينة الدار البيضاء كتسألك تقول أنا كنت صغيرة ومارست علي عمتي بعض الطقوس الغريبة، عرفت من بعد أنها طقوس تخص ثقاف رد الزواج. كتقول واش سؤالها الأول واش كاين هذا الأمر هذا ولا هو مجرد خزعبلات، ثم إلا كان كيفاش نقدر نحيده؟ هذه أمور يعني كما يقال يعني أمور ديال 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 الشعوذة وديال الدجل وديال سميتو تيتوارثها جيل عن جيل، وخذت تخذت من عند مشعوذ سحار ساحر وخذوها من عنده العيالات وكيديروها، تقفوا زعما الدريه باش كذا ما يوقعش ليها، ما تغتصبش، ما 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 ما, ما, ما تزوجش الا حتى النهار يبغيوهما الى اخره، فهمتي؟ وهذه عادات وهذه هذا جهل وهذا دجل، انصح المسلمين ان يبتعدوا عنها خصوص النساء. الله يجزيكم بخير، راه الا ربيتي بنتك شتي التربيه، تربي ديك البنيه، تربيها على الثقافه ديال 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 صيانه نفسها وديال تحمي نفسها وديال تخاف من الله وتكون خارج البيت وتخاف الله احسن منك اكثر منك، وتصون نفسها احسن لك من ديك الثقافه ديال ها هي كذا ولكن دايرين لي هذاك الشيء، ما هذا الشيء ماشي هو هذاك. ثم انصحك الى حسيتي بهذا الشيء ديري الرقيه ديالك يا بنتي، فالسحر والمس والعين وكذا لا يحارب إلا بالرقية الشرعية اللي هي كلام الله القرآن والأدعية الصحيحة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما سوى ذلك حيد. نعم. سؤال آخر يقول أو يسأل عن الكفارة في فترة الجماع في فترة الحيض. منهم من قال يعني أولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه ارتكب مخالفة، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من أيته أمركم الله. فقربان الزوج لزوجته في فترة الحيض هو اقتراف لذنب يعني محرم، لأنه هو لا النهي، فيكون اللي دار هذا الذنب هذا قال بعض العلماء يتصدق بدينار، دينار هو تنقولوا احنا يعني يتصدق بدينار أو يتصدق بشيء، المهم يتصدق بشي حاجة، ثم يتوب إلى الله ويستغفره وتقول يا ربي استغفرك وأتوب إليك تبت إليك، ويعاهد الله أن لا يفعل ذلك ويتصدق بشيء من المال شوية ديال الفلوس، والله تعالى على وعلم نعم. ويعاهد الله ما يبقاش يرجع لهذا لأن معصية نعم. ولا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك. طيب ناخذ مونيا من قلعة سراغنا. السلام عليكم مونيا. وعليكم السلام. مرحبا تفضلي. تحية للشيخ الله يكرمكم. وتحية لك شكرا. هدي واحد أسئلة. نعم أهلا وسهلا. الواليد ما بقاش كيسمع مزيان، مشى لي السمع وكيصلي قبل الاذان، وكان جي انا وكنقول ليه عاود الصلاه راه يلا اذن وكيعاودها، واش نخليه ياك ما عندي شي ذنب ولا شي؟ واخا نجيبك. ايه السؤال الثاني، بنت خالتي ملي بلغات يلا بلغات المره الاولى داك الشهر ما صانتوش، قريب رمضان شي شهر بحال ما كاكشي بقى شي شهر وهي حشمات ما قالتهاش لماماها وما فهمتوش اش يمكن لي هذا بدير، واخا نجيبك صومو متابع ولا صومو مقسم شويه؟ واخا نجيبك. واخا ناخذ اتصال فرح الى بقى معنا. فرح من مراكش. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا تفضلي. عافاك، عندي جوج الاسئله للشيخ الباغي. نعم اهلا وسهلا. مرحبا. انا بجوزني باقي صغيره وبلا الاراده ديالي. نعم.
واخا دازت مدة 4 سنين للزواج ديالي بقى فيا ديك الحقرة والله ما عرفت اش نسميها، بقى حقد على با. نعم. شحال عندك دابا في عمرك؟ دابا عندي 20 عام. زوجتي على 16 سنة. إيه. و يا بنتي باقي النظرة اللي كنشوف بها با كنشوف بها اللي زوجني وأنا ما باغياش. وانت دابا في حياتك هاد السيد لقيتيه مزيان؟ هذا هو السؤال اللي بغيت نسولك. ارتحيتي معاه؟ الحمد لله الحمد لله. هل انت سعيده؟ واش انت سعيده الان؟ واش انت فرحانه؟ فرحانه الحمد لله. كاين وليدات؟ عندي بنيه. ولا كي كتحسي براسك يعني كتقولي راه با واخا دار داك التصرف اللي شي شويه ماشي هو هذاك، انا الحمد لله مطمئن، الحمد لله مطمئنه بداري وبوليداتي وبراجلي وسعيده ياك. ولكن انا ملي كنشوف راجلي كنشوف فيه بلي ما باغياهش، ما كنتش باغياه. ما كنتش باغي. ودابا ما خصني بالله الحمد لله. ودابا ولكن شويه يلا بديت نتقبل شويه. والله يالف بين القلوب يا بنتي، الله يالف. طيب دابا شنو؟ ولكن ملي با باقي ملي كنشوفه واخا حنين واخا ديك الشيء ملي كنشوفه كنشوف بديك النظره. لا اله الا الله، لا اله الا الله. تسمعين خيرا ان شاء الله يا بنتي. ما عرفوش عندي شي ابن ولا لا. سمعي خير ان شاء الله. واخا سؤالك ثاني. عافاك عندي واحد السؤال اخر. نعم. شنو كيقول الناس اللي كيتهموك بالشعوذه وانت ما داير والو غير باطل؟ نعم. واخا نجيبك يا فرح. الله يرزقك ايام فرحه. لا فرح. نجيب اولا مونيا. مونيا اللي سولات على الاب ديالها ما بقاش كيسمع وكيسلق بالاذان، وهي كتقول له خصك تعاود الصلاه، فواش تخليه واخا كيسلق بالاذان ولا سبقها؟ ملي كتقول ليه ما كيعاود يصلي، عاود يصلي صافي. هذيك نقول له هذيك الصلاه اللي دار الاولى تطوعا الله يكتبها لي ان شاء الله هذيك اجر وتطوع. نعم. وبالنسبه للصلاه ديالو هي ديال الاذان، الحمد لله ما دامت عنده هذه البنيه هذه كتنبع على التوقيت. الله هذيك هي الاذان، البنيه هي الودينه ديالو. نعم. فجزاك الله خيرا يا بنتي على مساعده الاب ديالك، وهذه لك بالاضافه انك كديري خير راه لك صدقه، لان اسماع ضعيف السمع، اسماع ضعيف السمع صدقه. نعم. نعم. سؤالها الثاني عن بنت خالتها اللي كتقول انا ما صمتش اول رمضان، شنو خصها دير دابا؟ واش تصوم ومتابع ولا مفرق؟ هذا هو السؤال. تنقول لها هذاك رمضان واجب عليك وتصوميه كيف ما بغيتي، مجموع مفرق، نصوم الاثنين الخميس، نصوم هذا الاسبوع نهار والاسبوع، المهم تتسالي ان شاء الله. تنقولوا حنايا بالرخف ماشي بالشده وبالزيار والشهر كامل ومتتابع، لا تصومينه ان شاء الله تعالى متفرقا او مجموعا كما يحلو لك ان شاء الله، غير خصك ترضيه. نعم. وفرح أثرت موضوع كبير جدا كبير. اللي هو زواج أولا القاصرات ثم زواج المسلمة من غير رضاها، وهذا الشيء ما كاينش في الدين بطبيعة الحال. طيب على أي دابا تزوجات ولدات إلى غير ذلك، رجلها كتحاول أنها تقبله بصعوبة وتقبل يعني الواقع ديالها، لكن فين ما تشوف الوالد ديالها تتحس أنها ما يعني كتحقد عليه، فكتقول واش هي محاسبة على ذاك الإحساس، ولكن كتعامل معها راه قبل ما نتكلموا على الإحساس كنتكلم ونوجه كلامي للآباء. الله يجزيكم بخير. راه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. فلا يجوز أنك تزوج بنتك رغما عنها. راه النبي كان كيستشر بناته، نبيرة كانت تجي شي مرأة ولا إلى آخره تستشرها تقول لها ما رأيك، شنو رأي ديك، واش نقول ليه ولا لا. فلا يعقل أنك تزوج بنتك بغير رضاها، إنها تيوقع مآسي. هاد البنية هذه الله يرضي عليها بعدا تنقول إحنا ها هي بعدا ملتزمة وتتعرف والحمد لله مرضية وبنت عائلة، ولا شك أن الوالدين ديالها ناس طيبين. ها هي الآن واش هاد الشيء اللي دار با وخلى فيها أثار وتزوج وكذا وكذا إلى آخره، واش هاد الشيء نتحاسب عليه؟ بطبيعة الحال الإنسان لما تيدير لك واحد الذنب تتبقى حاقد من جهته، لأنك أنت كتنوي أنك تكملي السن ديالك وتجوج واحد في بالإرادة ديالك اللي غادي يجي اللي غادي يرتاح ليه قلبك، وفي الأخر كتلقى راسك يعني دخلتي واحد الحياة الزوجية مرغم. فاللي نقول لك يا بنتي عندك الحق أنك تأخذي بك، عندك الحق
تأخذي وتحسي بهذا الإحساس. لكن لما تتشوفي ما آلت إليه الأمور وانا سولتك وامينه سولتك واش الان مطمئنه سعيده كذا، الحمد لله واخا راه الزوج ديالي بديت كان الحمد لله كان ميل الى اخره، نسال الله يالف بين القلوب، نتمنى من الله تعالى ان الطمانينه وهذه السعاده اللي بديتي تتعيشيها وتتعيشيها وسميتو يكون لي لباك يكون لي شفاعه عندك حتى يدوب هذا المشكل. وحاولي ما امكن مستقبلا ان شاء الله مستقبلا يعني انك شويه شويه حتى يتنسى هذا المشكل هذا وتحاولي تمحي مع باك. رغم انه شوف راه المراه المسلمه قالت قدام النبي، امراه مسلمه قالت امام النبي صلى الله عليه وسلم، الا جاء قال لي تزوجيه النبي، قالت ليه لا يا رسول الله، ولكن لان الاخر علاش في الاخر ما بغيتيش تزوجي، قالت لي لأعلم المسلمين بان المراه لا تتزوج الا برضاه. نعم طيب سؤال عن هذاك الاحساس دابا اللي كتحس به دابا، اي راه واش تحاسب عليه؟ يعني الا جينا نشوف هذا الشيء اللي دار ليها باها لا حساب، علاش تحاسب؟ انا ظلمتيني، انا احس بالظلم، با انت شفتيها من واحد الزاويه ولكن من زاويه اخرى راه حقي انا راه بنادم راه روح جسد، غتعطيني بحال كوب بحال غتعطي شي حاجه جبتيها من الحاضر غتعطيها لذاك السيد، انا راه بنادم. ولذلك لا اقول ان هناك محاسبه او هناك اثم او الى اخره، ولكن ادعوك مدى باك دار هكا والحمد لله لقيتي الان راحتك في مع الزوج ديالك مع وليداتك وكاين وليدات واطمئنيتي، فاتمنى من الله تعالى ان يدوب ذلك الحقد وذلك الكراهيه وذاك سميتو مع الايام يدوب ويتحول الى تقبيل لراس ابيك ان شاء الله من بعد. با راه نقول لك واحد الحاجه، قولي لي بحالك، قولي لي بحالك با، انا دابا تزوج درت داري شي نهار زوجتيني با بلا خاطري، راه درت عليك وتقلقت عليك والقلب ديالي دار من جهتك، ولكن با الحمد لله منين انت الامور. نعم طيب شرعا هل يحق او يعني جائز الاولاد انهم ما يسمحوش لوالديهم على شي حاجه دارها؟ يجوز، هذا جائز، ولكن تتبقى الام تتبقى الاب. كنظن ان ديك الرابطه ديال الابوه ديال الدم خصوصا من الوالدين اقول من الوالدين ماشي شي حد اخر، هذه كتذوب داك كلشي داكشي واخا ما عرفتش شنو يدير لك الاستاذ اللي ما كتذوبش عنده، اذا هو ما عندوش شي معليش يدن. نعم لان جانا هنا رساله عبر الواتساب. نعم. محمد مثلا تيقول لك انا الاب ديالي كتب الارض والمنزل والارض اللي حنا عايشين فيها انا وخوتي. لا هذه مصيبه كبيره هذه. الزوجه ديالو الثانيه والام ديالو هو متوفيه، الزوجه ديالو الثانيه كتب لها كل شيء، تيقول هو دابا مات، ولكن في الرساله تيقول لي احنا ما بغيناش نسمحوا ليه. هذه مصيبه كحلا هذه. هذه راه وتا الاولى مصيبه، لا لا هذيك لا هذيك قلنا مصيبه، انا ما نتفق معك امينه من البدايه وحنا تنقولوا هذيك مصيبه بحال علاش الاولى افقع ربي غير هذيك اخف، علاش شنو الذي جعلها خفيفه؟ شنو اللي خلاها خفيفه؟ راه السيده دن زوج دريه قصير وزوجها كذا بلا خاطر الى اخره، ولكن من بعد انا اللي عجبني هو قالت لك انا الحمد لله بديت كنرتاح وبديت كن في الاسره ديالي، لو قالت لي انها ما مرتاحاش نقول لها سيري طلبي الطلاق ديالك انا صراحه، ولكن هذه غتبقى ضيعه من حياتها ومن وقتها. هذه مصيبه، علاش؟ لان مصيبه فيها تشريد. نعم. فيها ضياع اكثر من داك الضياع ديال ديك السيده في الانسانيه ديالها في الكرامه ديالها، هذا الضياع الانسانيه ضياع الحقوق ضياع كذا شردهم الداء الفلوس كل شيء مشى. فلذلك تنقولوا ان هذا الاب هذا لهم الحق ما يسمحوش ليه شغلهم. نعم. هذاك لان السيد ربي كيقول في القران الكريم لا يحب الله الجهر من القول بسوء من القول الا من ظلم. هاد الناس تظلموا تيقول لك ما نسمحش لبا، هذاك حقه. واش كتشوف عقل على واحد الفيديو كيدور في مواقع التواصل، داك الراجل اللي الشخص اللي كيمشي لباه في واحد القبر ديالو في واحد الخلا تيقول له با بغا مشيتي للحج درتي واديتي الكثرات ديال الناس وغيرتي الحدود وبا ديتي لنا واش ديتي معك داك الشيء راه واد هي. نعم طيب سؤالها ثاني فرح كتقول كلمه للناس اللي كيتهموا ناس اخرين بالشعوذة وبالسحر وكتوقع مشاكل كبيرة. من دعا شيئا فيلزمه الحجة في الإسلام، إن كنت ناقلا فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل. عندك دليل؟ مشينا عند مشعويد جيبنا ذاك المشعويد أو حتى أول المشعويد لا, لا, لا يتقو به، أعطينا الدليل على أننا درنا. فمثل هذه الامور صعب انها لا صعيبة بنتي صعيب باش تثبت. ثم في هذه الامور هذه اللي كيكون فيها الدجل لا ننسى ان الشياطين هذا هو الدور ديالهم، الدور ديالهم من خلال ديك العمليه ديال الشعوذه هو تفريق الناس. نعم يعني يفرق الجماعات ويشتت ويدير العداوه ويدير، وهذا هو اللي يبغى.
أن الناس تولي عديان بيناتهم وكيمشي لواحد الجهة وكيتكا الله هو دابا مزيان راه شي حاجة. وعندهم شي ذنب هادو اللي كيتهموا الناس؟ عندهم ذنب، لأنك إلا تهمتي واحد الشخص جيب الحجة على أن هاد الشخص دار، لا حجة أنت يعني الحجة ديالك أو الاتهام ديالك عار من الصحة، يلزمك تقديم حجة دليل إثبات على أنني قمت بكذا وكذا وكذا أي لم أقم. نعم. فاتهام الأبرياء بهذه الأشياء يعتبر ذنبا آخر فوق ذاك الذنب. نعم. ديال الشعوذة وديال السحر وديال إلى آخره. طيب ناخذ اتصال عبد القادر من وجدة. السلام عليكم عبد القادر. السلام ورحمة الله أختي أمينة، كيفاش دايرة؟ مليح الله يبارك فيك. الحمد لله. كيدايرك سي عبد الرحمن؟ راكم غايا كلشي مليح الحمد لله أخي الكريم بارك الله فيك. أخويا عندي واحد السؤال، عندي واحد الوالدة ديال واحد السيد كتبغي الخوت وكتبغي واحد كيجيب لها بحال اللي كيجيب لها النفقة ويجيب لها كذا، كتبغيه كتموت عليه. والآخرين ولا لها الآخرين ما كتبغيهمش بحال اللي كتفضل ما بين ولادها. وهي الحالة ديالها ضعيفة؟ ما ضعيفة، ما نقولوا احنا ماشي لابس عليها، ماشي كما نقولوا دوكلو. نعم السؤال هو نفس السؤال، هو نفس السؤال تماما. وما كنقولوا احنا ما بخير عليها، ما عندها كاع، ما عندهاش ما بخير عليها. هذوك الوليدات الاخرين اللي ما تعطيوهاش، واش فقراء ام لاباس عليهم ام ماذا؟ ماشي كاع كارين تقريبا كاع. وهذاك الولد اللي تعطيها حتى هو بحال يسر عليه الله ويسرى واحد الدوير على قد الحال وصافي وكيتهلا فيها وكتبغي هذاك خير من الاخرين. والاخرين ما تعطيوها والو كاع، كيجيبوا لها مره ملي كيهودوا يشوفوها ويسولوا عليها كيهودوا لها مره ولكن الاخر هز النفقه ديالها دائما. واه ايوا كيفاش ما غتحبوش؟ واخا عبد القادر نجاوبوك. وعندي واحد السؤال اخر. نعم واخا تفضل. وبحال كنقولوا كاين شي عيالات وشي رجال كيدخلوا شي فيرما ديال شي واحد بحال هكا كيكون عنده الكرموت ولا الليل كيحيدوا منه وكيقولوا الله يرحم دغرت، كنقول لهم الله ينعرف الشيطان واش هذا السيد نتوما عطاكم الاذن ديال هذا الشيء هذا، كيقول لك الله يرحم دغرت هذا الشيء هذا، ايوا الله يرحم دغرت، وكيقول لك ايوا الرحمه راه تنزل عليه. نعم نعم. طيب نجيبك على المساله هذه. شكرا لك عبد القادر، شكرا على اتصالك. نمشيو لمراكش ناخذ ابراهيم. السلام عليكم ابراهيم. عليك. الله يبارك فيك، مرحبا تفضل. واشرب مبروك عندنا وعليك. شكرا. نحكي عندي واحد الاسئله الله يخليك. نعم. السؤال الاول تنصلي التراويح في الدار. نعم. تنصلي براسي المهم افضل من العمود وحال فوق. تنصلي سميتو مع مولا الدار تبقى حدايا وحدايا ولا تقفل ورايا؟ دابا السؤال هو ملي كتصلي انت والزوجه ديالك التراويح واش توقف حداك ولا وراك؟ رايا وتنصلي سميتو بزاف من الضحى الفوق. كتصلي من الضحى الفوق؟ من سورة الضحى الى الفوق. نعم تبارك الله راسي. الله يخليك. نعم. عندي واحد الوالد مدمن هذا الشيء ديال المسابقة التركية حاليا دروك تفرج فيه تنقاش معاه طبيب نتابع انا وياه في هذا الشكل هذا ديال مبلي بالمسلسلات التركية. اي تنقاش معاه طبيب يضرب مني تنقول له شنو دير ماشي معقول. هذا الاب ديالك مرات وعطى مشاو مره وتنقاسم معاه هذا الاب ديالك. نعم هذا الاب ديالك وتيدير تيصلي بعد صلواته وعباداته امور مزيان يصلي وحاجه مرات وعطى وكيتفرج مرات وكيقيم الصلاه في الجامع وتنقاسم معاه هذاك الشيء ديال الشنا دير ماشي معقول. واخا واخا دمشو بغيت استاذ الله يخليك. واخا واخا نجيبك يا ابراهيم. شكرا على اتصالك. طيب نبداو بعبد القادر استاذ. الأم اللي كتفرق تيقول ما بين الوالدين لأن واحد فيهم ولد ينفق. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم ساووا بين أولادكم في العطية ولو كنتم مفضلا أحدا على أحد لفضلت النساء الإناث. فالمسلم الأب المسلم الأم المسلمة مطالب الوالدين بجوج مطالبين بأن يساووا بين أولادهم في كل شيء، يساوي فيهم في النفقة في العطية في الهدية في 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 المعاملة. نعم كل شيء بحال بحال. هذاك اللي كيجيب المو كيعطيها وكيصرف يريد الأجر من الله، راه عنده أعطاه الله وعارف بينه وبين سيد ربي كيجيب، حتى الآخرين كيجيبوا على قدهم، لكن هذه الأم تدير الفرزيات. هذاك اللي كيجي هي اللي كتحب أكثر وتظهر له البشاشة وكذا، الآخرين لا. هنا كنخاطبوا الآباء تنقول لهم يا آباء الله يجزيكم بخير، لا تسيئوا إلى أبنائكم، راه تتسيئوا للأبناء ديالكم وتتسيئوا لنفوسكم.
ما معنى أنك تميز بين أبنائك؟ راه تدير الفوضى في الدار، تدير واحد تتعود أولادك على أنه يعصيوك، لأن ملي تفضل واحد أش تقول لهم؟ تقول لهم تروح عليا، إيوا غيطروا عليك غيعصيوك غيهجروك غيخليوك إلى آخره. نعم، وكأن دابا المعيار اللي كاين اليوم هو الإنفاق. هو أعطيني أعطيني وهنا خصنا نصححوا المفاهيم. بطبيعة الحال خصنا نصححوا المفاهيم. اللي ما عندوش مال مثلا من وليداتك، ولكن يعطيك مثلا وقت، يعطيك مثلا خدمات، يخدمك في بعض الأمور، وثم أن الحب كيكون لا مشروط صراحة، يعني ما بين الوالدين والأبناء. المال المال ليس هو كل شيء، صحيح أن الآن حنا تنعيش واحد زمان مادي، الناس المال هو كل شيء، لكن هناك هذاك الوليد الا غير جا جلس حداك ومي وهذا ومسكين يسول وانت ويجلس معك لساعات ولي كذا، هذا راه خير كثير، هذا راه عنده قلب حنى عليك، راه كيعطف عليك. واحد البنيه اخرى جات حداك ونقاتك وغسلات وهذه وهذه، هذاك اعطى الفلوس، هذا جا عطى الحنان، هذه جات عطات المعامله، راه كل واحد واش كيعطيك. فلا ينبغي اننا نفضلوا واحد على فلوسه ونتناساو داك الشيء اللي تيعطيونا وليداتنا، من كاين التعامل، كاين المعامله، كاين الادب، كاين المحنه، كاين بزاف ديال الحوايج. فنعم، لكن من جهه اخرى استاذي، لكانوا مثلا هذوك الوالدين في حاجه، وكانوا مثلا الابناء مختلفين في المستويات الماليه، واش يعني مفروض عليهم انهم يعطيو كل حسب القدره ديالو، او لا يعطي غير اللي عنده؟ كل حسب قدرته، اللي قد على شي حاجه يعطيها لوالديه، نعم، اللي عنده كثير وعطاها الله يرضي عليه، اللي عنده عندي قد هكا اعطيه منه قد هكا مزيان، المهم غير ما يكون. اذا حتى هو ما خصهمش يقولوا راه هذا عنده صافي يتكلف، لا 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 ما لا لا ما ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش اننا ننزلوا على واحد جهه في الابناء ونرهقوها، لا، حتى هو عنده الكراهات، عنده ابناء، عنده التزامات، عنده كذا، الا اللهم الا كان مكفي وميسر وعنده تبارك الله اليسر، سميتو كيقول لخو شوف مي خليوها علي، انا مكلفل بها، انا ربي كرمني خليوني انا نتهلا فيها. نعم هذا شيء، لكن الا ما كانش كل واحد خصو يعطي لمو، راه ربي بغاك كيفاش غتعطي لامك؟ شنو غتعطي لامك؟ شنو غتعطي لباك؟ بغاك يشوفك شنو غادي دير ليه؟ خلي خوك داك اللي عنده، الله عطاه شغلو هذاك كيدي ليها انت شنو غادي دير لامك؟ انا طيبت واحد المريقه صغير وراه داك الشيء على قدي، لا بغيت ندي لها من واحد الطريف، داك الطريف اللي عز عليا نديرو ليها الى اخره، ونكونوا مسلمين حقيقيين، خلينا من المسلمين ديال الكارطون، واحد دير ليها هذاك داك الشيء اللي عز عليك ديه لها، امي عزيز عليك هذا كذا بغيتك تاكلي واخا قليل، راه هكا. ثم نرجعوا للسؤال، وهو لا ينبغي للابناء الاباء انهم يفضلوا ويميزوا بين وليداتهم، راه كتخلقوا مشاكل كبيره، راه كيتاثروا الابناء، راه كيدمروا، راه كيتعقدوا، راه كيتصابوا بواحد العقد نفسيه راه ما لا يعلمها الا هم وعلم الغيوب سبحانه وتعالى. فلذلك عطاك الوليد شي حاجه ما عطاكش، قول راه ولدي عاطيني شي حوايج اخرين، ما عطينيش فلوس، عاطيني المحنه، عاطيني رجليه تيجي يسول عليا، راه تيجي مره مره يدق عليا الباب، راه غيكفي ديك الدخله ديالو عندي، راه تبارك الله وخير والى اخره، وهكذا. نعم. فالله يهدينا جميعا يا احبابي في الله. السؤال الثاني عبد القادر، عن بعض الناس كيدوزوا من شي فيرما كيدخلوا ياكلوا مع راساتهم، تيقول لك الله يرحم من غرس. انا عجبتني هذه الجمله هذه اللي قال الله يرحم دغرس دغرس، يعني الله يرحم ذاك اللي غرس، ذاك اللي غرس، ففعلا الله يرحم ذاك اللي غرس، ولكن واش خديتي الاذن ديالو؟ هذاك اللي غرس دغرس، واش خديتي الاذن ديالو؟ راه كليتيها بدون علمي، ما لنفرض ان داك دغرس قال لك انا ما عطيتش الحق، تخلص منك يوم القيامه، كي غادي دير لها؟ وكليتيها في الكرش ديالك نار، لا خذي الاذن ثم كل، او لا كليتي سير عنده قول لي خويا راه كليت كذا وكذا وكذا، قال لك ما مسامحكش شحال كليت كيلو كيدير كذا وكذا، ها هو حط لي ارضه قبل ان لا يكون يوم لا يكون فيه لا درهم ولا دينار، غيكونوا حسنات. الله يجزيكم بخير، دخلتي لواحد الحديقه الجرده كذا، استاذن ما تمستش حاجه الا اللي عطاك مول الشيء، عطاك الاذن دخل وكل، ما عطاكش حيد من تما. ابراهيم سول على صلاه التراويح، كيبدا القراءه من الضحى ثم ان المراه ديالو كتصلي معاه، واش توقف حداه او وراه؟ تقف امامه خلفه، عفوا تقف خلفه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه علي بن ابي طالب، وخلفه خديجه رضي الله عنها نهار تفضلت الصلاه. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقفوا أمام رب العالمين، يقف الرجل تأتم به زوجته، طفل صغير كيجي حدبه، لو أحب أن يقف بجانب أمي يقف، ولكن الترتيب يقف بجانب أبيه.
هذا السنة. طيب انه كي يصلي من الصورة ديال الضحى ماشي مشكل اخر كثير هذا. والضحى والليل اذا جا بتلفت راه كاين صور تبارك الكثير. طيب. ولكن ننصحه على اساس السنوات المقبله رمضانات المقبله ان طال الله في عمرنا ان شاء الله انك تحفظ شيئا اخر. نعم. ان شاء الله. نعم. وتقرا بشيء اخر ان شاء. طيب. الله. طيب. نجيب على اخر سؤال ان شاء الله من بعد فاصل. بقاو معنا دائما كتسمعوا كتشاهدوا برنامج دين ودنيا مع فضيله الاستاذ داعيه والشيخ الاستاذ عبد الرحمن سكاش على شذا اف ام وشذا تي في. سلام، مرحبا بك في حلقة جديدة من فن الطياب مع دامتي. اليوم غنجاوب على أكثر سؤال كيتطرح علينا، أشنو هو المكون اللي كيدير الفرق في الطياب؟ دامت البنة ديال دامتي بالتوابل 100% بيو، يمكن تستعملها في كل شهواتنا المغربية مع البقري، الدجاج والغنمي وحتى في الشهوات العصرية الخفيفة مع ليكيش، الكغاتان، الشاورما والبيتزا، كتزيدهم واحد اللمسة خاصة. هذه كانت نصيحة هذه الحلقة، نتلاقاو في موعد جديد من فن الطياب مع دامتي. مع دامتي طياب فن ومتعة. سبع؟ لا قوى من سبع. هي غادي يكون بطل العالم ديال البوكس. قوى منه. اوف حكيتيهم هاد الصباح. اسنان قوية. احصل على اسنان اكثر قوة بفضل كولغيت باقصى حماية ضد التسوس. الان متوفر بالفليور والارجينين. الاسنان 4 مرات اقوى. كولغيت بدا قوي وبقى قوي. أفضل شهر هلا علينا وسخاوت وزارنا وبخير وجهد علينا. رمضان فضله كبير، شهر الجود والتيسير، شهر الفرحة وكل خير. وبمناسبة هاد الشهر الكريم أوبل كتشارككم فرحة رمضان وكتقدم لكم أحسن العروض في أفضل الشهور على أوبل كورسا، أسترا، كروسلاند وغراند لانديكس ابتداء من 850 درهم في الشهر مع سلف 0%. سارعوا واستفدوا من هاد العروض في جميع معارض أوبل عند أوتول. مرحبا من جديد. اخر سؤال كان جا ابراهيم من مراكش وثاني سؤال ليه عن الاب ديالو، تيقول انه تيقوم بالعبادات ديالو الى غير ذلك ولكن تيتفرج مبلي بالمسلسلات التركيه، فتناقش معاه تيقول لدرجه وصلوا لشي ماصل ماياش، فواش عليه شي ذنب؟ كيفاش يتعامل مع الاب؟ مشاهده يعني مشاهده التلفاز يعني فيه ما هو ايجابي، يعني يجوز للمسلم ان يشاهده، وفيه ما لا يجوز لا ينبغي للمسلم ان يشاهده. فأنا تنقول بأن مشاهدة هذا الأب لما لا يخدش الحياة، الحاجة ما فيها لا حياة، ما فيها لا قلة الحياة، ما تتعلم الخيانة الزوجية، ما تتعلم الخروج عن طاعة الله، ما تتعلم أن الإنسان ينتهك حرمات الله، أن يشاهد هذه الأشياء نعم لا بأس بذلك، وقد أفتى بذلك كبار العلماء في ذلك. إذا كانت ما نشاهده خال من المحرمات شاهد. إذا كانت مشاهدة فيها محرمات، فيها عرض للأجساد والسيقان والكاس ديال الشراب وتيقول لي هكا أتي إلى آخره ووراء حمر إلى آخره وشربها معايا أتي إلى آخره وإلى آخره، هنا تتولي الأمور فيها شبهة. فالأولى أن يتنزه عن الإنسان، خصوصا وأن الإنسان لما يوصل لواحد السن الحاج والحاج راك حجيتي وش حال من الحجة، الأولى بك ماشي تنقولك راه حرام هذيك المشاهدة، ولكن تنقولك الأولى بك المكان ديالك فين؟ في المسجد، المكان ديالك في واحد السبحة، المكان ديالك تكون شاد القرآن، المكان ديالك يعني كتكون في واحد المجلس ديال الذكر وديال العلم، وليس هذاك المكان. خلي هذاك الواحد اللي باقي تنقولوا احنا باقي مراهق، باقي مراهقة، باقي يعني بهاد الأشياء هذه. أما أنت فراه الحاج سميتك كبر منك. فأقول لا، إذا كان ما يشاهد ليس بحرام، ما فيش الحرام، يجوز أن يشاهد الإنسان إذا كان فيه ما يخل بالحياة كعرض الأجسام وكذا وتعليم الخيانة الزوجية وهذا والبطل كيخون المرأة ديالو وكذا وداك الشيء حتى كيتلدوا به الناس وتلقاو، وهذا الناس يعلمون الناس ما يفعلونه. فأنصح هذا الشخص أن يشغل وقته بما يفيده عند ربه سبحانه. نعم. وتعالى. أجوبة سريعة لأسئلة سريعة عبر الواتساب، وغير سمحوا لنا راه عدد
انا غنقول لكم امينه بواش تقول لكم الالاف ديال المال ما يمكنش يعني غير سمحوا لينا ما يمكنش تقرا الالاف غنقراو البعض وصافي هادشي اللي عطى الله. طيب مسامعه او مشاهده كتقول انا من النهار اللي بلغت وانا ما تنفطرش في بعد اغلب الاسئله في هذا الاتجاه استاذ باش تكون واجد. خصنا نعلموا بنياتنا نعلموا شكرا. كتقول لكم ما كنفطرش ما كنصومش انا في هذيك ما كنفطرش عفوا في ديك المده. حرام حرام انك تصومي في ديك الفتره وانت يعني غير طاهره. الواجب عليك انك تشوف ديك الايام اللي دازوا كاملين ديك السنين تحسبي شحال وتقضيهم وتقضيهم تقدر تقدير تقدير دير واحد التقدير وبداي تصوميهم تصومي اثنين الخميس اثنين الخميس الى ان تنتهي ان شاء الله. سؤال اخر سؤال اخر تقول انا لك تصيمه مثلا والحي جاتني بعد العصر واش نكمل صيامي بلا ما نعاودو؟ الصيام ديالك باطل لانه ولو تبقى غير 5 دقائق ما ادنش وباغا تتحدث باطل الصوم فعليه يعني تفطرين انتهى الامر الى ان تقضي ذلك اليوم ان شاء الله لان الاجر بطبيعه الحال شوف 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 راه ما كاينش شي حاجه في الدين ديال ما عندهاش اجر. واش الانسان من الصبح وهي صايمه وما غيكونش الاجر؟ كاين الاجر غير هو مشروط ان اليوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس يجب ان تكون طاهرا خاليا من الحيض ومن النفاس ومن سائله كتقول في القريه ديالنا بعض النساء كيجلسوا في وسط الطريق من الصباح حتى العصر واش هذاك الناس الصيام ديالهم جائز؟ الصيام ديالهم صحيح ولكن اعطوا الطريق حقه كما قال صلى الله عليه وسلم اعطوا الطريق حقه. شنو هو اعطاء الحق الطريق؟ حيد من الطريق اعتزل الطريق وقف لكن ان تقف في الطريق والناس يدوزوا الى اخره فتعرض نفسك والنظر والقيل والقال ولا اله الا الله اعطوا الطريق حقه. نعم حسناء من القلعه كتقول انا كنادي على الام ديالي بالسميه ديالها لانني انا بني فتحت عيني لقيت خوتي كيعيطوا لها بسميتها واش عندي شي ذنب؟ ليس من الادب ان نادي على الام ديالنا فاطمه عائشه خديجه لا نادي عليها امي مي مي الوالده مي لكن نادي عليها بالاسم ديالها هذا سوء الادب. حاولي تغيري الله يجزيك بخير حاولوا تغيروا الله يجزيكم بخير. كل من ينادي الام ديالو بامها عفوا بسميتها خديجه او كذا يحاول يغير اللي تيعيط على باه بسميته غير يا ابتي القران شنو كيعلم القران مع سيدنا ابراهيم مع باه ازر ورغم ذلك اش يقول لي يا ابتي مشرك وتبع الاصنام يا ابتي يا ابتي وصل الانسان بوالديه وصل الانسان بوالد حملته امه ماشي حملته خديجه ولا عائشه ولا ليلى حملته امه. من الادب ومن طاعه الله المناداه على الام والاب بابي امي امي با. جويريه تسال تقول تزوجت واحد السيد هادي عام ونص حاليا حامله المشكل انني لا احبه ابدا رغم اني احاول ولكن ولماذا تزوجتيه لما تبغيش؟ الله يعلم ما الذي شكون اللي ربطك به وشكون اللي سلسلك به؟ نعم كتقول رغم انه شخص طيب ولكن انا نفسيا غير مرتاحه كان عامله معامله جيده ولكن دابا وليت كنفكر جديا يعني في طلاق. ايوا علاش خليتي حتى الحمل؟ كان عليك ان تقفي في الاول يعني دائما الاسلام تيقول للمراه الا ما عندهاش ما وفقهاش ما عجبهاش ما تنقولوا حنايا ما, ما ما لا لا, لا, لا ليس لها كفءا ما عمرش ليها العين احبس احبس فين غاديه وانت دابا مشيت واحد المسافه الحبل ودابا كنفكر لاش كان في الاول ديرها قبل ما يوقع الحبل انت غتطلقي منه غيبقى واحد داك الوليد فين غيمشي داك الوليد تعطيه ليه ولا تاخذيه انت ولا اش كديري لي؟ فعلى كل هذا حقك انك تطلقي حقك انا ما نقولش ما تطلقيش حقك ولكن كان عليك تفكري قبل ما توقع الراس الفاس في الراس. نعم سائله اخرى كتقول انا بغيت نسول الشيخ الله يجازيه بخير تزوجت ولكن كنحس بضميري كيأنبني لانني تزوجت وخليت من مورايا الاب ديالي ما كيسمع ما كيهضر خواتاتي مراد عندهم اعاقه ذهنيه وغير هو اللي مقاتل مع الوقت كيبيع ويشري في الحوايج في القهاوي واش درت شي ذنب علما انني انا عندي الام ديالي باقا في الحياه؟ ما اظن انك درتي شي ذنب يا بنتي انت كبرتي وصلتي لواحد المرحله اللي خصك ديري العش ديالك باش تخلي واحد الدريه صالحه من بعدك الله يوفقك ولكن ما تنسيش الوالدين ديالك خصوصا هذا الاب هذا اللي قلتي لي ما تيسمع ما كذا الى اخره مره عاود سيري عنده وخص الزوج ديالك يعرف هذا انا اللي كنتكفل بالاب ديالي لانه هو الى اخره مره باش يعطيك الاذن تمشي وتمشي انت وياه وتزوري الاب ديالك مره نعم. الحمد لله على ان كاين الام كاين الام الحمد لله الله يجعل فيها البركه ان شاء الله. نعم وتعالى. طيب ما نخليوش فاطمة الزهراء تسنى اكثر من هكذا. فاطمة الزهراء منتزه معنا على الخط الا كانت باقه. السلام عليكم. عليكم السلام فاطمة الزهراء مرحبا. اخبارك اختي الله يبارك فيك الله يبارك فيك تفضلي.
رمضان مبارك سعيد علينا وعليك. شكرا جزاك الله خير. اهلا وسهلا يا مرحبا بزاف منه. مرحبا خير. انا عندي حد سؤال. نعم. انا بغيت دابا الناس كاينين البوادي داكشي كيمشيو للمقبره وكيحفروها كيجبدوا الكنز وكيخليو داك العظمه هكا كمشرعين يعني. بغيت الاستاذ يفسر هذه القضيه لان انا شفت هذه القضيه بعيني وضرتني بزاف. الناس كتجبد الكنز وكتخلي داك العظمه هكا مشتين مليوحين يعني جميع العظمه. نعم. هكاك يعني بغيت الاستاذ يفسر هذه القضيه. فاطمة الزهراء كيلقاو بعدا كيلقاو شي كنز؟ لا لا كياخذوا 100% يعني متاكد كيعبيو داك الشيء يعني كيقول لك كنتمر تماك مقديم انا مس اللي مهم. سبحان الله. المهم انت كتلقاوه ولا ما لقاوش حنا الغرض عندنا انهم ملي كيحفروا تيخليو جثث هكذا اي كيخليو داك العظمه هكا مشرعين. واخا هذا سؤال. عندك سؤال اخر؟ والسؤال الثاني يعني انا بحال كنمشي مع قبيحه بحال كتنبهني راه ما جات شي حاجه خايبه كنقول يا ربي لما توقف داك الشيء انا نصوم 6 ايام ولا نصوم 10 ايام ولا 3 ايام يعني ما صدقه ما عنديش كنقول يا ربي غنصوم صدق يعني الصيام ديالي واش جايز لي ولا لا. عاودي لينا كيفاش شنو كيوقع؟ كنشوف شي من شي حلمه هكا شي حلمه يعني ملي كتشوفي شي حلمه يعني كتقولي يا ربي انا غادي نصوم هاد اليومين وكذا باش تبعد عليا الشر. واضح فاطمه الزهراء نقطع عليك الخط. مشكوره فاطمه الزهراء بارك الله فيك. واضح السؤال ديالك. حنان من الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي. مرحبا تفضلي يا حنان. كدير اختي بخير لاباس عليك؟ الحمد لله مبروكة. الله يبارك فيك. عندي عفاك واحد جوج الاسئله الله يجازيك بخير. تفضلي يا حنان. الوالده ديالي هي تسمع. نعم. بغاتكم عفاك تقولوا ليها راه عندها ولدها يعني انسان ملتزم بصلاته وبدينه ولكن المشكل اللي كاين ما تيسولش فيها نهائيا. علاش؟ ما عرفناش علاش صراحه. ما عرفناش علاش هي تسمع وباغا تسمع من سي سكاش. راه استاذ سكاش زعما هي ضرب عليه تماره وهذا وما كيسولش فيها. استاذ سكاش منين بدينا الحلقه اليوم تيقول لي امينه براخصهم يعاودوا لي القصه كامله باش نقدر. شوف يا بنتي يا حنان يا بنتي الله يحفظكم الوالده ليكم ويجمع بها الشمال ان شاء الله. لكن كاين سبب سيدي؟ ما كاين حتى سبب. انا قلت ليها انا بغيت غير تهضر معها سيدي يمكن مسكين حيت ما بقاش خدام. انا من جهتي قلت ليها يمكن حيت ما بقاش خدام وهي تيبقى فيها الحال ديال علاش ما يطلش عليا. وشنو العلاقه انه ما بقاش خدام وما يشوفش ما الوالده ديالها؟ ما عرفتش هادشي حتى هي اللي تتقول. انا قلت ليها ربما زعما حيت هي ما عندهاش ما فحالهاش قلت ليها يمكن ما عندوش باش يدخل عليك ما عنده ما يعطيك ما عنده فهمتي يعني انا هادشي اللي تبرر والله اعلم. واخا تيبقى فيها الحال. طيب بلاتي نمشيو بشويه بشويه. قبل كانت علاقه مزيانه كان كيجي عندها وكل شيء ياك؟ كان كيجي لعندها وكل شيء. واخا ودابا ما بقاش خدام ما بقاش كيجي؟ دابا حاليا هاد الايام ما بقاش كيجي لعندها. هاد الايام يعني شحال؟ واحد واحد المشكله اخرى اختي قبل ما تقطع عليا الله يجازيك بخير. بغيت سي سكاش يدعي ليا مع خويا راه مسجون مظلوم الله يرحم لكم الوالدين واحد الدعاء بالفرج. واخا واخا. طيب الله يرحم لك الوالدين. شحال هذا الوليد قلتي ما بقاش شي يجي عند الوالده ديالو شحال الوقت؟ واختي يمكن شي دابا شي 3 شهور هكا كملي 3 شهور هكا ما بقاش فيه. ما دويتيش معاه انت يا حنان؟ لا ما اختي كنحشم منه انا ما قدرش نسولو علاش حيت عارفه خرج من الخدمه. ولكن نتوما خوت خصك تسولي عليه ما تعرفي حي ولا ميت. واخا غادي نجاوبك يا حنان. دائما انا اقول دائما دائما ان بحال هاد المشاكل تيكون شي حاجه حلقه تحيدات وتلاحت بحال كوت فهمتي. ولكن رغم ذلك حنا غادي ناخذوا بالراي ديالو فاطمه الزهراء. عاد هادوك الناس كيحفروا على قبل الكنز وتيخليو العظام هكذاك ديال الجثث. اولا هذا دور السلطه. دور السلطة أنه في المراقبة ديال مثل هذه الأماكن اللي هي أماكن يعني لها حرماتها المقبرة تكون مسيجة بحائط ويكون حارس وتيكون أي مقبرة حتى في البادية خصها تكون مسيجة. ثم هذا من جهة. من جهة الفقه أن هذا راه يعتبر من المحرمات. الاعتداء على قبر مسلم. نعم. أو مسلمة. نعم. كالاعتداء عليه في سكنه كأنك جيتي ريبتي لي السكنة ديالو. تماما كأنك هجمتي عليه في الدار ديالو ريبتي خرجتي عريان هكاك. فكيف العظومة اللي يبانوا العظومة ديال واحد الإنسان دفن وتحول إلى تراب قوى العظومة ديالو دوك سميتو ديال الهيكل العظمي إلى آخره وتجبدوا وحنا كنتفرجوا فيه لا خير فينا إن إحنا كمسلمين إلى شفنا هذا الشيء ما كانش رد الفعل. هذا من جهة. من جهة أخرى كان خاطب هاد الناس ديال الكنوز ألا تخافون الله سبحانه وتعالى؟ واش ما تتخافوش الله؟ الدراري شحال من أسرة كرمتوهم في ولادهم قطعتوا لهم قلبهم الكبدة ديالهم
ديتو الوليدات درتو فيهم ما بغيتو يا عديان الله وخليتوهم هكاك. واش ما تتخافوش الله؟ واش ما تتخافوش الوقفه ديال 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 لقاء الله سبحانه وتعالى؟ تدي واحد الوليد ما عرفتش كيدار فيه كاع ولا بنيه تيلقاو غير العظمه ديالو ولا الجثه ديالو كلها ممزقه ولا الثياب كاع الى اكثر تقدير. لاش باش نجبد واحد الكنز؟ لانه من فعل الشياطين، حرضوني الشياطين، الشياطين كذا، هذه الفتنه هذه الى اخره، لا حول ولا قوه الا بالله. انا كنتمنى وكنعاود نكرر داكشي اللي قلت في احدى الحلقات، يجب وضع قوانين ماشي غير زاجره، قوانين رادعه لمثل هؤلاء. هؤلاء راه خص يدار لهم الاعدام. انا تنقولها قانون حكم الاعدام. علاش؟ لان باش تاخذ واحد الوليد من واحد العائله ولا بنيه وتمشي دير هاد الدجل ديالك، هذا راه خطير جدا. هذا يعني السباع، راه الفوضى هي هذه. فمن ناحيه الشرعيه راه هادشي، راه هادشي الله يستر راه حرام، هادشي راه مصيبه كحله، هذا راه يعني ترويج للدجل وهضم للحقوق ديال هاد الوليدات هادو. فكنقول لهاد السيده، هذه الاخت ديالنا فاطمه الزهراء من تازه، راه خص الناس يمشيو لديك البلاصه اللي العظمى خرجوا، خصهم يردوهم للبلاصه ويديروا عليهم الطرب. نعم. إكراما لهذا الميت، الميت مكرم، الإنسان مكرم حي ومكرم ميت. نعم. سؤالها سؤال ديال حنان كذلك على الابن اللي ما كيجيش يزور الأم ديالو. تنقولوا دائما كاين شي حاجة مفقودة. واخا ما تيجيش شو سميتو، أنا اللي طاح لي في البال ديالي هو أن قالت لك كان كيجي ملي كان خدام، كان كيجي. كيجي كيجيب لك الشيء اللي قسم الله، كيجي لعند مو الى اخره. لكن الان مابقاش كيجي لان مابقاش خدام، مابقاش خدام لان ربما طلع عليه الدم على الخدمه. ما كيجيش لانه ربما ما عندوش باش غيدخل على مو، ربما غيدخل على مو طويل وكذا الى اخره، وهي ربما اكثر غادي الله اعلم. التمسوا لي العذر. ورغم ذلك تنقول لي يا اخي يا ابني زر امك. ولكن استاذ في هذه الحاله مثلا هو دائما بر بها ودائما تيجي عندها، ودابا هي عرفاته ما بقاش خدام. نعم. اليس الاولى كذلك راه حنا التمسوا لي العذر حتى يظهر تيبان عندنا. ها هو العيد جاي. حتى حنا استاذ كابناء لنا الحق، حتى حنا راه عندنا حق في الوالدين، يعني علاش ما يجيوش يسولوا علينا يشوفونا واش باقي حيين، واش مرض، واش وقع لنا شي مشكل، واش يعني الصله خاصها تكون متبادله. امينه دابا حنا ما عرفناش الحاله ديال هذه الام هذه، واش تستطيع زياره ابنها ولا مقعده ولا حتى استاذ نسالنا قالت لا راه ما كنحشم منه، ولكن راه بك اخوه. لا هادشي ما فيهش نحشم منه، يعني الام الا كانت قادره تمشي. هذا فيه هذا فيه شوف هذا فيه هذا الابن هذا ربما عنده ظروف ديالو خصكم تبحثوا عليها. انت كاخت اللي طرحتي السؤال، سول على اخوك. الو السلام عليكم خويا، لاش مالك خويا؟ جي عندنا، راه انت راك خونا وعزيز علينا، وراه تبارك الله راه كنشوفوا فيك وكنشوفوا فيك. اجي عند امك، حنا راه مقدرين الظروف ديالك اخويا، راه الوقت صعبت وهذا الوباء راه سد على الناس، وراه بزاف الناس ضاعت شغلها وضاعت فرزقها. غير اجي اخويا، غير نشوفوك، اجي غير عند امك، غير باش عينيها تهدى والقلب ديال يطمئن. وإلا عرفتوا الحل مثلا ما جاوبكش كذا الى اخره، سير بحثي على اخوك، دير واحد الوقيته، سيري شد الطاكسي فين كيكون الى اخره، سيري سولي شنو وقع شنو وقع شنو وقع. ما تعرف يكون عنده شي مشكل نتوما ما سيقيش الاخبار. فعلى كل حال هذه كلها غير فقط يعني حنا كنقولوا، ولكن تيبقى خصو يزور مو. وإلا ما جاش في هذه المناسبه ديال العيد، عليك انت اختي يا من طرحتي سؤال الحنان، انك تبحثي على اخوك وتسولي شنو وقع شنو وقع. وحتى انت هذاك راه اخوك، سولي علاش اخويا شنو درنا لك شنو دار لكم. حتى الا هو ردك هذيك الساعه الله غالب، الله غالب، نعرفوا شنو واقع، الله غالب. حنان ايضا سالت سؤال او طلبات طلب، اسال الله ان يفك اسر هؤلاء جميعا، ماشي غير هذا، ان يفك اسر جميع المظلومين وجميع الذين هم في السجون مظلومين، ان يفك اسرهم ويزيح عنهم هذا الظلم وهذه الغمه، وان يعيدهم سالمين غانمين الى ذويهم والى اسرهم. وتحيه الى جميع السجناء من هنايا، لان تلتقيت بالامس او قبل الامس وانا عائد من الاذاعه من هنا من التلفزه باحد الشباب اللي كان مسجون، قال لي والله كنا نستانس بهذا البرنامج، كان هذا البرنامج يفاجئ علينا. هذا البرنامج هذا كان تنشر لنا واحد النوع ديال البسمه وديال الطمانينه في حياتنا.
فتنقول لهم الله يفك الأسر ديالكم والله يطمئن القلوب ديالكم والله يعدكم سالمين غانمين إلى بيوتكم بعد توبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. سؤال يقول من عند جنات من مراكش كتسأل كتقول واش جائز نصلي صلاة الجماعة مع الزوج ديالي والأخ ديال الزوج ديالي والأب ديال الزوج ديالي. نعم. فقط نذكركم أنه طبعا يمكن لكم تبعتوا بالرسائل ديالكم من خلال الرقم ديال الواتساب اللي غادي يظهر بعد لحظات على الشاشة هو ظهر، أو لا تصلوا بنا مباشرة على أرقامنا 0522-36-83-03 أو 04، لقيتوا الخطوط مشغولة بعتوا برسالة في الرقم ديال الواتساب. واش جائزة أستاذ صلاة في جماعة مع جائز بل مطالبة مطالبة يعني اللي انفرد مشات صلاة المسجد. نعم. كيصلوا إلى آخر كيصلوا الإمام والناس اللي تما مسجد. كذلك هنا في الدار غادي يصلوا العيالات بوحدهم والرجال بوحدهم. لا بوحدهم. هنا كذلك في البيت غادي يصلي الإمام واحد فيهم غيصلي امام وغيوقفوا الناس وراه والعائلات كيمشيو حتى واحد الجانب يعني يصلي معاهم ويا الاخر الاخر واحد الجانب في البيت في سميتو معتزلين، تقدر تكون طاوله تقدر تكون حائط تقدر كذا يصلي. فشنو كاين المشكل؟ بالعكس علينا ان نقيم صلاه الجماعه في بيوتنا في ظل هذه الظروف اللي ديال هذا الوباء هذا وفي ظل هذا الاغلاق وهذا سميتو ان نصلي صلاه الجماعه في بيوتنا مع ابنائنا حتى نذكرهم بها حتى لا يعني هذه الشعيره وهذه الفريضه حتى ما تنتاج في العقول ديالنا وفي القلوب ديالنا وفي هذه الناشئه وهذه الناس هذو ان شاء الله. خالد كيسال على كيفيه تغسيل الميت في المنزل وتكفيني حلق الشعر الابط والاظافر. نعم الميت اولا تنقيوه من الاسفل ديالو وتنعصروه، تنحاول الانسان يعني تنحطوه على داك المغسله وتنحاولوا مثلا نقعدوه شويه ونعصروا ليه البطن ديالو ونركوا عليه البطن ديالو مره جوج ثلاثه تاكدوا بان لم يبقى شيء في الامعاء ديالو، ثم كنقيوه بطبيعه الحال الانسان تيستعمل الحفاضات وتيستعمل ليغات يستعمل كذا ثم تنقي تيدير داك سميتو كيغسل. فاذا غسل مذاكره وطهرها تيبدا كيوضي الوضوء ديال الصلاه كيوضي بحال كتوضى انت غير كتوضي واحد اخر حتى كتوصل للراس ديالو كدوزي على راسو ثم كدوزي على الشق ديالو الايمن من الفوق من الكتف ديالو حتى القدم ديالو حتى الصبعان ديالو الشق الايمن ثم الشق الايسر. هذه الغسله الاولى. الغسله الثانيه كدير عاوتاني الصابون دوز عليه من كذا اليدين وهذه الاخر ثم نفس الشيء اللي درتي في الغسله الاولى تديرو في الغسله الثانيه، المضمضه والسميتو الاستنشاق الاستنتار للراس ثم كذلك الشق الايمن الشق الايسر. الثالثه كذلك كدير تغسل بالماء ودير معها شويه ديال الطيب ان وجد المسك الزعفران ماشي داك الزعفران باش نطيبو الزعفران يعني نوع من المسك نوع من العطور ثم كدير الى كان الكافور او كان السدر او كذا تتغسلو تشلو بها. اذا اقتضى الحال ان داك الميت نغسلو خمسة المرات نعم. ثم كنضعو ليه الكفن ديالو اللي هو عباره عن ثوب الكبير هو الاول ثم داك الثوب القميص والسروال ثم تنديرو ليه واحد بحال تنديرو بحال الفوقيه وتنلبسوهم ليه وتنشدوا لي الراس ديالو ثم العرجين ديالو ثم الوسط ديالو حدا الركبه ثم حدا الصدر ديالو ونعده لي نشيعه في الى متواه الاخير. نسال الله ان يحسن بنا جميعا اخواني الكرام. نعم. سؤال كيقول انا سناخذ الانسولين واش دايزه فيها زكاه الفطر؟ اذا كان فقير دايزه فيه لان زكاه الفطر شرعت اصلا للفقراء والمساكين، فاذا كان فقيرا ما عندوش محتاج نعم يعطيه الناس. سؤال كيقول انا كنت حامل وما كنتش عارفه حتى وقع لي نزيف، مشيت عند طبيب قال لي بلا البيبي ضعيف وماشي في البلاصه ديالو ضروري خاصني اجهاض، ومشيت خديت كينه باش نطيحو، واش عليا شي دن؟ اجهاض ولكن تحت اشراف طبي. نعم. ماشي من ديتك راسك. نعم. اذا كان تحت اشراف طبي والطبيب قال لك كذا الوضع ديالو الى اخره وتحت المسؤوليه ديال الطبيب لا شيء عليك. نعم. ماشي عليك يعني فوق الطاقه ديالك. نعم. سؤال اخر يقول الاولى على الانسان. نعم. يستغفر الله ويتوب ليه ويتصدق بعد ذلك ان شاء الله مثالي يتعافى تتصدق وتتوب الى الله سبحانه وتعالى. نعم. وتتوب استاذ اي ما عندك لا معليش غير هو حيت الله بالعكس سيعوض لا يعوض خيرا ولكن تستغفر الله وتتوب الى اليس يعني خدات كينا ولكن استاذ راه تحت اشراف طبي احنا الطبيب هو اللي قال لي مريض هذاك البيبي اصلا يعني مريض مسكين. المهم نعم. تكملها بالتوبه والا نتوبوا الى الله يا امينه. نعم. يا الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. النبي راه كان كيتوب 70 مره 75 في اليوم. نعم. نعم. طيب سؤال اخر يقول لك مشاهده الافلام الاباحيه في نهار رمضان واش تفطر؟ محرم ومخل في رمضان وفي غير رمضان وفي رمضان تشتد الحرمه لانه اخلال بحرمه رمضان واخلال بالصيام ديالك، فالصيام هنا ينقص الاجر. فالمشاهدة والنظر وربما يدعو ذلك إلى الفعل وإلى الاستمناء وإلى خروج الماء وإلى هنا تيولي الصيام بطل والعياذ بالله. فالمشاهدة
تنقص من الأجر والعياذ بالله. نعم. طيب قبل ما غادي نختم حلقة اليوم بعد ذلك نشكرك فضيلة الشيخ أستاذ عبد الحميد. شكرا لك جزيلا. شكرا. نذكروا طبعا كل المشاهدين اللي كيستمعوا لنا خصوصا المستمعين طبعا اللي كيستمعوا لنا واللي تغير لهم التردد ما بقاوش لقاو شادة تي في، فكنعاودوا نذكركم بأنه التردد راه تغير على نايس دائما. التردد الجديد يمكن لكم أنكم بطبيعة الحال يعني تقبطوا على 11315 عمودي، 11315 عمودي، معامل صحيح اوتو ومعدل ترميز 27500. او ليلى ما قدرتوش تدخلوا في التفاصيل فبكل بساطه غادي ديروا غوشيرش اوتوماتيك على في المنيو ديال النايلس على النايلس بطبيعه الحال، وغادي يطلع لكم شاده تي في بالتردد الجديد اللي هو 11315. كذلك ما ننساش بانه نذكركم بالفقرات ديال حنا معاك طبعا واللي كتقدمها زينب تامر واللي كنقوموا من خلالها بمساعده الناس اللي محتاجين الامور اللي هي طبيه. فكيف ما كتسمعوا في الراديو هناك اعلانات كل يوم عن حالات اللي هي محتاجه للمساعدات اللي هي طبيه سواء عمليات جراحيه ادويه تحاليل الى غير ذلك، ومحتاجين المساعده ديالكم. يمكن لكم انكم تساعدوا هاد الناس بالاتصال بالرقم 0522 36 16 26، ورقم اللي غادي يحطوا لنا دابا شويه المخرج ديالنا 0522 36 16 26. هذا هو الرقم اللي من خلاله يمكن لكم انكم تساعدوا الناس اللي محتاجين لهاد الامور اللي هي ماديه خاصه بالمرض. ويمكن لكم كذلك انكم تساعدوا من خلال انكم تاخذوا نتوما الحاله بشكل شخصي وتكلفوا بها مثلا، او لا تتصلوا بنا ونعطيكم بلاصه فينا غيدير العمليه مثلا وانتم تتخلصوا منكم ليها الطريقه اللي بغيتوا. المهم هو ان هذا الانسان اللي جا وطلب المساعده وتوسم الخير فينا وفيكم كذلك المحسنين الله يجازيكم بخير ويجعل في ميزان حسناتكم، المهم أنه يستفد. بالإضافة إلى ذلك كاين مجموعة من المبادرات الإنسانية اللي قمنا بها في هذا رمضان. آخر مبادرة اللي مشغلين أو كنشتغلوا عليها حاليا وزينب هي دابا راه كتقدى في الحوايج، خلينا النهار كامل وهي تتقدى، الله يعاونها والله يكمل لها إن شاء الله بخير حتى تلقى جميع داكشي اللي بغات. فهذه المبادرة هي الكسوة ديال العيد ديال تقريبا 183 يتيم ويتيمة. إن شاء الله في هذا العيد الفطر هذا ناويين أننا نشرو لهم هذه الحويجات هذو. فبطبيعة الحال باقي المبلغ ما كملش، المبلغ كامل هو 30,000 درهم، فاللي قدر انه يساعد بجزء من المبلغ او بكل المبلغ فجزاه الله الف خير. اللي بغى انه ياخذ بعض الحالات ويكسيهم منه ليهم، بعض الناس كيحسوا بحلاوه هذا الامر هذا وبالسعاده ديال الاطفال كيشوفوها في عينيهم كيبغيو هما اللي يتكلفوا، فكذلك ما كاين حتى شي مشكل. ايا كانت الطريقه اللي بغيتوا تساعدوا بها فدائما كتتصلوا بالرقم اللي هو 0522 36 16 26، 0522 36 16 26. ما يفوتنيش انني نشكر جزيل الشكر الله جزيه بخير المحسن اليوم بعث شخص وبعث لنا بمجموعه من الاحذيه الرياضيه يعني مقاسات يعني مختلفه، الله يجزيه بخير ويجعلها في ميزان حسناته يا رب، والله يتقبل منه يا ربي ومن جميع المحسنين. فجزاكم الله الف خير، شكرا لكم وشكرا على الاحسان ديالكم. اما الحالات اللي محتاجين مساعدات طبيه هاد الساعة مساعدات طبية، اليتامى كنعتذروا للناس جداد اللي جاو تواصلوا معنا. فاليتامى اللي خدينا هاد 183 يتيم تقريبا هما نفس يعني الوليدات ديال الأرامل اللي عطيناهم القفة ديال رمضان. نتمنوا إن شاء الله في شي عملية أخرى ونفتحوا عاوتاني المجال لحالات جديدة. أما الحالات كيف قلت المرض يعني محتاجين المساعدات، بزاف ديال الناس كيبعثوا لنا في الواتساب في رقم ديال الواتساب أو على الصفحة ديالنا ديال الفيسبوك، فكنقول لكم بلا خاصكم تصل بالرقم اللي هو 07 06 80 82 84. هذا هو الرقم اللي خصكم تتصلوا به باش تجمعوا الوريقات اللي خاصكم وتجيو تسجلوا النداء ديالكم، وما كاين حتى مشكل. الله يا ربي يرزقكم محسنين اللي تكلفوا ان شاء الله بالحالات ديالكم. 07 06 80 82 84 هو الرقم اللي خاص بالحالات. جزاكم الله الف خير وشكرا لكم على حسن المتابعه، وما تنساوش برنامج مساء الخير يا مغرب مع حسين شهاب من 6 حتى 10 ديال العشيه. انا غادي نقول لكم سلامة ونتلقاكم كالعادة غدا إن شاء الله في نفس الموعد ابتداء من 2:30 حتى للربعة، دائما رفقة فضيلة الأستاذ داعية والشيخ الأستاذ عبد الرحمن سكاش، ونختم كالعادة بدعاء. اللهم اغفر ذنوبنا
استر عيوبنا، اقضي حوائجنا، يسر أمورنا، شافي مرضانا، ارحم موتانا، اهد ضلالنا، شبابنا، نساءنا، أصلح أحوالنا، رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، تقبل منا تلاوة القرآن، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، كريم تحب الكرم فتجاوز عنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آتنا أجر ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر، اعتق فيها رقابنا، غير فيها أحوالنا، أسعدنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين واجعل قبورهم روضات من الجنان، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، خير أعمارنا أواخرها، خير أيامنا يوم لقائك يا رحمن. اللهم شافي مرضى المسلمين، أذهب أسقامهم، من عليهم بالعفو والعافية في أبدانهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير السؤال وخير الدعاء، خير ما سألك منه محمد عبدك ورسولك، ونعوذ بك اللهم مما استعاذك منه نبيك ورسولك، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.